السلام عليكم، معكم خيرة والقناة ديالي هي خيرة كخيرة. مرحبا بكم معايا. الو غادي نبداو سلسلة ديال الدروس، وهاد السلسلة كتخص الرضيع. غادي نديرو لونسوم ديال تروسو دو بيبي. كنت حطيت لكم سابقا مجموعة من صور ديال لي زارتيكل ديال تروسو دو بيبي، وكنت قلت لكم باش نتوما اللي غادي تقولوا ليا باش غادي نبداو. الو كنتو كتاب اللي بغيتوني باش نبداو باللوندو. غادي نبداو باللوندو. اللوندو هو اصعب حاجه في الخدمه، هو اطول حاجه في الخدمه، ولكن حنا غادي نبداو باللوندو حيت نتوما طلبتوني باش نبداو به، وانا ما يمكن لي شيء نخسر لكم الخاطر. دونك بما انه طويل هذا الدرس، هذا ديال اللوندو غادي يكون طويل، انا غادي نقسمو على ثلاثه ديال الاجزاء. الو قبل ما نبداو الجزء الاول من هذا الدرس ديالنا، نشوفوا اللوندو. الو الكونه اولا اللوندو اللي غادي نخدمو، ها هو الشكل ديالو كيفاش غادي يكون. غادي يكون مكون من جوج ديال الالوان. الو عندنا لبيسه فيها واحد لو فولو بحال هكا، وهذه اللبيسه هذه يمكن ليها تحيد. انا دايره لها لتحت غير لاستيك من هنا من التحت، داكو. دونك هذه اللبيسه هذه اولا هذه اللبيسه كلها ديال اللوندو يمكن ليها تحيد وتسبل وتولي ترجع، داكو. وكاين الراس، الو الراس حتى هو يتحيد يتسبل ويولي يرجع. الراس هو موبيل كيمشي للور وكيولي يرجع، ولكن تيوقف وشد راسو مزيان. وكاين كذلك واحد الحيفه اولا يمتد كوات لداخل هي والمخده ديالها، عندي لداخل. فوالا دونك هذا هو لوندو اللي غادي نخدمو في هذا الدرس الاول، هكا. فوالا دونك دابا نستعدو ونبداو الجزء الاول من الدرس ديال لوندو. الو باش نخدمو هاد لوندو اولا الكونه اولا لو كوفا، باش نخدمو غادي نحتاجو التوب طبيعة الحال. اول حاجه الو بالنسبه للتوب، انا خديت جوج ديال الشكالات ديال التوب، خديت الاوني وخديت هذا لي امبريمي، داكوغ. غادي نحتاج اون دونتيل، اون بتيت دونتيل باش نزوق به، ياك. غادي نحتاج السنتيمتر، نحتاج ان روبون سنتا بحال هكدا، غادي نحتاج الفيلكرو، ياك. الوغ غادي نحتاج كذلك لاستيك عريض، وغادي نحتاج لاستيك اللي غادي يكون رقيق، هذا باش نتك، وهذا كيكون معاه ديك الفنيته اولا ديك المساك اللي كان اللي كنتك به، داكوغ. دونك فوالا. وغادي نحتاج المقص بطبيعه الحال، نحتاج ليبرا وخيط، ونحتاج لاوات اللي كتكون غليظه، ياك. ونحتاج هادو لي زيبانغ الفنيتات، ولا هاد سورتو الفنيتات هما اللي غادي نخدم بهم، ياك. وغادي نحتاج لواحد الماتيريال سبيسيال باش نصوب دوك السليكات ديال لوندو. الو بالنسبه لهذا الماتيريال، الو شنو عندي انايا فيه؟ عندي اون بانس بحال هكدا، وعندي هاد اللعيبه هادي. الو هادي بحال شكل ديال بيرسوز ولا، دونك هادي هي اللي كنحفر بها باش كنخشي هذاك الفيس، كنخشيه في اللوندو، داكوغ. دونك انا عندي هاد اللعيبه، انت يمكن لك تشوفي شنو شي حاجه، غير المهم باش تقبي هاد القصب هذا، باش نتقبو هذا هو لو برينسيپ، هو باش نتقب هذاك القصب، داكوغ. وغادي يخصني دي فيس. الوغ هادو لي فيس اي كرو، ها هما اللي كيكونوا يدخل فيهم لي كرو بحال هكدا. دونك خصني جوج ديال لي فيس، ويخصني اربعه ديال لي زيكرو بحال هادو هكدا، دونك لي فيس هما هادو. وغادي خصني واحد العشرة ديال لي غونديل، لي كبار ولي صغار، دونك بحال هكدا. هادو غادي خصني منهم عشرة، هادو غادي خصني منهم جوج لكل واحد، دونك غادي خصني ربعة. ولي فيس غادي خصني جوج، داكوغ. دونك فيس معاه جوج ديال لي زيكرو، ومعاه خمسة ديال لي غونديل، والفيس الاخر كذلك معاه جوج ديال لي زيكرو ومعاه خمسة ديال لي غونديل،
حيت عندنا جوج ديال الجهات في اللوند صافي. دونك هادشي راه كيتباع عند لي دروكري فوالا. دونك هادو وبطبيعه الحال غادي خصني اللوندو. الوغ اللوندو ها هو دابا تشوفوه نيت. دونك هو اللي غادي خصني وغادي خصني كذلك واحد السلك لي هذا السلك ديال خصو يكون غليظ. السلك ديال النشير حتى هو راه كيتباع عند لي دروك لي عند لي دروكري تيكون غليظ. خدي لي غليظ شتي لي شويه هكذا شتي غليظ باش هذاك ما داك الرقيق ما غاديش يشد لينا الراس داكوغ فوالا. دونك هادشي اللي غادي خصني باش نخدمو اللوندو ديالنا. الوغ نستعدو ونبداو الخدمه. الوغ اول حاجه اللي خصنا نديروها وهي ناخذو العبار ديال السليله اولا ديال اللوندو خاوي داكوغ. دونك العبار اللي غادي ناخذو راه اكزاكتومون بحال اللي كنا درنا السليله ديال الخبز. تما كانت عندنا سليله صغيره من البلاستيك داك ديك لافاسو باش خدينا لها العبار غادي ناخذوها نفسها هنا غير هنايا السليله عندنا كبيره. الوغ اول حاجه اللي غادي ندير وهي نعبر من الداخل من لا بروفوندور من الداخل عندي حتى للنص ديال اللوندو هنا لتحت. داكشي اللي غادي ندير غادي نجي هنا في الوسط نخلي واحد سنتيمتر الداخل ونجي حتى لهنايا ونمشي حتى للنص. الوغ عندي 75 سنتيمتر صافي. الوغ هادي بالنسبه لا بروفوندور. الوغ بالنسبه للداره ديال اللوندو كلها غادي نجي من هنايا نقبط هاد لو روبير هذا ونعبر الداره كلها نمشي هذا حتى نرجع لهنا. الوغ انا راني ديجا عبرتها راه لقيت فيها 2.33 سنتيمتر داكوغ. دونك دابا عندي الطرف ديال التوب اللي غادي نديرو اللبسه ديال اللوندو غادي تكون فيه 2.33 على 75. الوغ انا بما ان عندي الخياطه وعندي كذلك غادي نغلف هذه بلاوات غادي تكون غليظه دونك ما غاديش ناخذ غير 2.33 غادي ناخذ 2.40 صافي. دونك هادشي اللي غادي ندير وزياده على هذا حيت من غادي نفصل التوب هاد الطرف ديال التوب غادي نفصلو راه خصني نماركي له البلايص فين غادي ندير الفرفار وفين غادي ندير الفتيحه ديال اليدين داكو. هادو غادي خصني نماركيهم في داك التوب. الوغ دابا غادي ناخذ هاد العبارات هادو. الوغ عندي ثلاثه ديال العبارات. عندي العبار ديال من الداخل حتى لهنايا هذا هاد البلاصه هادي هنا حيت هنايا بما ان عندي اليد باش يمكن ليا ندخل البيسه انايا خص تكون عندي واحد الفتيحه هنا داكوغ. دونك الفتيحه غادي تجيني في هاد البلاصه هادي هنايا عندي 31 سنتيمتر داكوغ. دونك هذا العبار الاول ها هو عندي 31. العبار الثاني عندي وهو انني نجي للبلاصه فين غادي نحط الفرفار. الفرفار غادي نحطو هنا. الوغ البلاصه ديال الفرفار هي 39 دونك الماركي 39. والعبار الثالث اللي عندي وهو هاد الفتيحه هادي شحال فيها. الوغ هاد الفتيحه غادي نقبط انا من هنايا 2 سنتيمتر ومن هنا 2 سنتيمتر وندير القياس ديالي. دونك من هنا لهنا عندي 14 سنتيمتر ما بين من هنا حتى لهنا. دونك دابا حنا خدينا العبارات الوغ بقى لينا نشوفوا كيفاش نحطوا هاد العبارات على التوب داكوغ. الوغ بالنسبه للتوب التوب انايا راني فصلت واحد الطرف فيه 2.40 كما قلنا على 75 هو هذا الطرف. هذا الطرف كبير بالنسبه ليا انا باش نوري لكم اولا باش نعطي لكم لا ديمونستراسيون هذا جايني كبير داكو. دونك انا غادي نحاول باش نديرو غير على طريف صغير ولكن داكشي اللي غادي نديرو هنا هو اللي غادي نديرو حنايا في الطرف الكبير داكو. دونك نخلي انا الطرف هذا حتى نساومو انايا ودابا نخدمو غير على هاد النموذج الصغير. الو غادي حنايا نتخيلو ماشي نتخيلو مي غادي ندير نمشيو على حساب اننا عندنا هنايا 2.40 على 75. الو اول حاجه شنو غادي ندير غادي نشوف الوسط ديالي النص حيت انايا هاد اللبسه هادي اللي غادي نلبس بها اللوندو ملي غادي نطويها بحال هكذا غادي نخيطها هنا ياك. دونك يخصني واحد سنتيمتر من هنا ديال الخياطه وسنتيمتر من هنا ديال الخياطه هذه اول حاجه.
ثاني حاجه هذه الجهه هذه هي الظهر ديال لوندو، وهو فين غادي يكون الراس، من هنا الراس ديال اللي غادي نديرو لوندو، وهذا هذه البلاصه هذه هي القدام ديال لوندو، ياك. دونك اليدين غادي يكونوا في هذه الجهه هذه، غادي يكونوا في الجناب ديال لوندو. دونك هذا بحال الا عندنا لوندو ها هو واقف هكذا، هذا هو القدام، هذا هو اللور، وهادو هما الجناب، وهنا فين غادي يكونوا اليدين، صافي. دونك دابا داكشي اللي غادي ندير انا، هاد الطرف كله عندي فيه 62 سنتيمتر، دونك النص ديالو هو 31، ياك. الو غادي نجي هنايا ونعبر 31 سنتيمتر، هذا هو النص ديال الطرف ديال التوب اللي عندي، هو اللي غادي يكون في القدام، ياك. الو ما بين هنا وهنايا قلنا هنا فين غادي تكون عندي ليد. الو هنايا انا عندي غادي ناخذ بعين الاعتبار سنتيم ديال الخياطه، دونك غتبقى ليا غير 30 سنتيمتر، الو النص ديالها هي 15. الو نجي هنايا ونعبر 15 سنتيمتر، دونك هنايا غادي تكون عندي هنا فهاد البلاصه، ماشي فهاد البلاصه هادي، مي من هنا لهنايا غادي نعبر 31 سنتيمتر باش غادي ندير اليد، ياك. الوغ اليد قلنا عندي فيها 14 سنتيمتر، الوغ الا جيت هنايا هنا عندي 7 دونك غادي تكون عندي بحال هكذا. دونك انايا هذا الشيء هذا غادي نغوبورتيه على 31، حيت العبار اللي كنا شفنا بان من التحت من القاع ديال السليله حتى ال 31 سنتيمتر تما فين غادي تكون عندي الحله ديال اليد. دونك داكشي اللي غادي ندير، نجي من هنايا حتى لهنا نعبر واحد 31 سنتيمتر، دونك نعبر حتى هنا، نعبر هنا ونجي عاوتاني هنايا في هذه البلاصه هذه هنا نعبر 31، ونجي هنايا عاوتاني نعبر 31. دونك هنايا غادي تكون عندي 7 سنتيمتر حتى لهنا، هيا ندير 14 هنايا، داكوغ. دونك هنايا ها هو هاد البلاصه هادي هو الوسط ديال اليد، عندي 7 سنتيمتر من هنا و 7 سنتيمتر من هنايا. انا هادشي اللي درت هنا وجبتو غير باش تجيني المسائل مقاده وصافي، باش ما يجينيش داكشي عوج، صافي. دونك انا غادي نجي هنا ونعبر، دونك هنا عندي 14 سنتيمتر من هنايا حتى لهنا، دونك هذه هي الحله ديال اليد، صافي. دونك نفس القضيه اللي درت هنايا غادي نديرها هنايا، صافي. دونك هذه بالنسبه لليد. الو بالنسبه للبلاصه فين غادي يكون نحط الفرفار، قلنا عندي فيه قلنا من القاع ديال السليله حتى 39، دونك غادي نجي من هنايا ونعبر 39، عندي هنا 39، هنا عندي 39، دونك على طول الطرف ديال التوب كله عندي 39 فوالا. ونجي نتراسي، كنتراسي غير باش نماركي البلاصه فين غادي ندير الفرفار، فوالا. دونك هنايا لتحت هذا غادي نبلاصي في الفرفار، وهذه البلاصات ديال اليد. الوغ نفس القضيه ديال هذه الجديده غادي نديرها هنايا، انا نديرها حتى هي كاع، هيا عندي هنايا قلنا عندي 15 سنتيمتر، هي هنايا ها هي، هذا هو النص، ومن هنا لهنا قلنا عندي 7 سنتيمتر، هي هذه، ومن هنا عندي 7 سنتيمتر، هي 14. ونجي نهبط هنايا بواحد 31 هنايا، ونهبط هنا بواحد 31 ها هي، ونهبط هنايا بواحد 31، ونجي هنايا هيا عندي من هنا لهنا عندي 7 سنتيمتر، من هنا لهنا هيا عندي 7 سنتيمتر، ومن هنا لهنا عندي 7 سنتيمتر، دونك 14 سنتيمتر عندي هي هادي.
هنا من هنا لهنا عندي 14 سنتيمتر، من هنا لهنا عندي 14 سنتيمتر، هادو هما الحلات ديال اليدين. من هنا حتى لهنايا عندي 31، ومن هنا حتى لهنايا عندي 39. صافي، دونك انا غادي نحاول هنايا نحاول باش نقيدهم لكم هنايا فوق هاد الطريف ديال الثوب، يا كاتي غير نقيدهم سي نورمال، حنا ما غاديش نديروهم في الثوب ديالنا، مي هنايا نديروهم هنايا ونخلي لكم هذه بحال هكذا تصويره بحال هكذا باش كوم سا توليو دائما ترجعوا ليها كوم غوبير وتتبعوها. صافي، انا غادي نديرها ونخليها لكم هنايا كوم فوتو. الوغ هي هادي داكو، دونك هادشي اللي درنا حنا هنايا هو اللي غادي نديرو انايا في التوب ونرجعو باش نشوفو كيفاش غادي نركبو الفرفان. الوغ هادشي اللي درت انايا هنايا في التوب ديالي، راني درت اكزاكتومون نفس الطريقة، هاهي دونك هاد الطرف ديال التوب كلو راه عندي مطوي على جوج، ياك دونك هنايا راه غير النص ديال التوب. الوغ من هنا لهنايا هي عندي هنايا من هنا لهنا عندي 31، ومن هنا لهنا راه عندي 39. هذه هي الفتيحه ديال اليديده، لو كاينه وحده هنايا وكاينه الاخرى راه هي في الجهه الاخرى. صافي، دونك هذه غادي نحلها باش ندير فيها بي، دونك هادي غادي نجي هنايا بحال هكدا ونحلها. الراس ديالها صافي، وهنايا غادي نقبط البي وغادي نلصقو هنا، والبي غادي نخدم انايا بالثوب بنفس الثوب هو اللي غادي نخدم به البي، والطريقه ديال البي راه حنا شفناها كيفاش نخدمو نصوبو البي ديالنا راسنا. صافي، دونك هذا بالنسبه للحله ديال هنايا، دونك هادي غادي ندير هاد القضيه غنديرها حتى لليديده الاخرى. الوغ انا هنايا حتى جيت وحليت حتى الجهه الاخرى، دونك ها هي دونك جهات بجوجهم ديال لي جهه ديال اليدين راه هما محلولين، ياك دونك هادشي بالنسبه لاباس. ياك دابا غادي نشوفو الفرفان، غادي نشوفو الفرفان ونشوفو كيفاش غادي نديرو اللصقه. الوغ بالنسبه للفرفان اولا لو فولون اللي عندي، الوغ انا خديت فيه هنايا من هنا لهنا خديت فيه 25 سنتيمتر على طوله كلها خديت فيها 4.80 متر. الو علاش 4.80 متر؟ حيت لاباز اللي كانت عندي فيها 2.40، وانا لو فولون خصني على الاقل مينيموم كناخد فيه دو فوا جوج المرات، داكشي باش هاد لو فولون هذا خديت طرف طويل فيه 4.80 متر. الو خصني نركبو هنا، وباش غادي نركبو غادي نقسم، غادي نحاول نقسم لا موتي النص ونقسم عاوتاني لو ان كار باش التركيبه تجيني سهله بحال اللي كنديرو ملي كنبغيو نخدمو شي سليله. داكوغ، دونك هنايا انا ديجا راني قبل بعدا ما نقسمو راني جيت هنا وركبتلو واحد لا دونتيل هنا لتحت، جيت هنايا ودرتلو اون بتيت دونتيل. هادي هنايا نقدر ندير غير ان بيي اولا ندير اون دونتيل، انا فضلت ندير هنايا هاد لا بتيت دونتيل هنايا. داكوغ، دونك دابا جيت وقسمتو، الو قسمتو درتلو ان كار ولو ان كار ودرت لا موتي، دونك درت النص ودرت الربوعه. دابا غادي يجي وغادي نلصقو مع مع لاباس. الو بالنسبه لاباس عندي هنايا ها هي، دونك لو فولون غادي يجي يركب ليا هنا. الو غادي ناخذ النص ديالو اللي هو هنا ونجيب النص ديال لو فولون
اللي هو هنايا ها هو وغادي نحطو هنا نص مع نص نجيب اون ايبانك ونحط نص مع نص ياك والربع غادي نحطو غادي يجيني مع الربع والربع عندي نورمالمون هو البلاصه فين عندي الفتحه هنا ديال اليديده دونك هذا هو الربع دونك الربع غادي يجيني هنا وهذا الربع الاخر غادي يجيني في الاخر ديال لوندو ها هو جايني هنا دونك الفرفار كنحطو هكذا بالعكس وكنجي هنايا وكندير دي بلي ونخيطهم دونك هنا كندير دي بلي ونمشي هنا لي بلي كلهم حتى نكمل هذا الربع عاوتاني نكمل الربع الاخر ونكمل الربع الاخر دونك كنخيطو بهذه الطريقه هكذا باش من بعد لو فولون غادي يولي لي هكذا صافي دونك انا هذا الشيء غادي نديرو في الماكينه ونرجعو نشوفو كيفاش خرج لينا هاد اللبسه ديال لوندو الوغ اللبسه ديال لوندو ها هي كيفاش جات ها كيفاش جات دايره داكوغ الوغ هنايا راني لصقت ليها لو فولون كيما بغيتكم ها هو لصقتو هنايا ومن هنايا ها هو غادي يجي وغادي يولي تقلب لهنا للوجه صافي دونك هذا راه على اللبسه كلها الوغ هنايا هذيك البلاصه اللي كانت قدرنا نخليها مفتوحه هذه الفتيحه هذه اللي عندي هنايا ها هي راني دورت ليها بي ولصقت ليها هنايا داك الفيلكرو لصقتو هنايا وهنا باش نسد ليديده داكو وهذا البي هذا هو انا درتو غير من الثوب درتو من البي من الثوب صافي دونك درتها من جوج جهات الجهه اللي من هنا والجهه اللي من الاخرى كما شفنا قبيله في الفصاله صافي دونك فوالا هادي دابا اللبسه كلها ها هي واجده هي هادي الوغ شنو اللي خصنا غادي خصني نجي هنا لتحت هذا هو الفولو الوغ لتحت هنايا غادي نجي وغادي ندير ليها هنايا عطيفه هذيك العطفه فين غادي نخشي لاستيك ياك هنايا من هنايا في هاد الجناب هادو غادي نجمعهم غادي نجمع كلشي دونك غادي تولي ليا اللبسه دايره ياك وهنايا هذا هو اللي غادي يكون الداخلاني ديال السليله غادي يخصو واحد لو فون هذا بحال الشكل اللي كنا درنا دوك السليلات ديال الخبز اكزاكتومون باغيل بحال ما كاينش غير هذه سليله كبيره وهذوك سليلات صغيورين الوغ اشنو اللي غادي يخص ليهم غادي يخص ليهم هذاك لو فون الوغ لو فون كيفاش كندير له راكو شفتو ورانا حنا شفنا كيفاش كنديروا له كنقبط لو كنقبض خلاص السليله ديالي دونك انا راه هادي راه عندي راه كبيره نقبض السليله وغادي نحطها فوق من واحد الورقه ديال الكاريط وغادي هنايا غادي قلنا كيف قلنا غادي نتراسي هاد لو فون كله وغادي يخرج ليا هذاك لو يخرج ليا داك لو باترون داكوغ ومن بعد كنجي هذاك لو باترون كنحطو فوق من التوب وكنخرج هذاك لو با الوغ هذاك الشيء اللي درت انايا وخرجت ان با اللي هو جاني بهذا المنظر هذا هكذا ها هو لو فون ديال السليله ديال لوندو صافي دونك هذا اشنو اللي غادي ندير له غادي نجي وغادي نلصقو مع اللبسه غادي نلصقو بديك الطريقه ديال نقسم في النص والنص هنايا هنا نقسم هنايا على جوج وهنا عاوتاني نماركي على جوج ونركب هنايا الربع ديال الثوب والربع ديال الثوب والربع ديال الثوب ديال هاد اللبسه هادي راه حنا هادشي كله راه حنا شفناه في السليلات في دوك السليلات الصغار صافي دونك هادشي اللي غادي ندير ومن بعد ملي غادي نسالي هادشي غادي نجي وغادي ندير واحد لاستيك عليها كلها باش تجيني مجموعه دونك هادشي اللي غادي ندير في الماكينه ونرجع دونك ها هي اللبسه كي جات ها هي تخيطات صافي دونك هنايا لتحت هو اللي غادي يجي تحت اللوندو دونك هنايا غادي يكون عندي واحد لاستيك غادي نخشي لاستيك نتك لاستيك هنايا يجي داير كله ها
وهذا هو التحت. هنايا كاين لو فولون، دونك الفولون اللي صوبنا هو هذا اللي كنا درنا له واحد لا دونتيل هنايا، واللي كنا لصقناه من هنايا هكذا، لصقناه بحال هكذا من الظهر كما شفت كما وريت لكم قبل، لصقته بحال هكذا ودرت له لي بلي بالفرفار، ومن بعد رجعته للقدام ياك بحال هكذا رجعته ها هو، ومن ولتحت هنا على اللور في الظهر درت له لاستيك داكوغ، هاد لاستيك درتو له باش يتجمع لينا على لوندو داكوغ. فوالا ها هو، دونك ها هو كيفاش جا، كيفاش جا داير، هذا هو المنظر ديالو صافي. وكما قلت لكم انا الفرفار شحال ما درناه كبير شحال ما كيعطينا تفرفير مزيان، والفرفار هكذا كنديروه طويل كما قلنا 4.80 متر، نقدروا الا ما كانش عندنا الثوب حنايا 4.80 متر كلها نقدروا نديروا بالطراف، نديروا متر ونص متر ونص متر ونص بوسيبل زعما ما كاينش المشكل، واخا يكونوا فيهم خياطات حيت هذا الفرفار هذا ملي كيتكمش ما كيبقاش باين ديك الخياطه، داك الفرق ديال الخياطه بحال دابا هنايا هو عندي فرق، انا درت جوج طراف ديال جوج وربعين على جوج وربعين، واخا درت لهم هنا خياطه ما غاديش يجي باين، ماشي ضروري يكون عندي طرف طويل ديال 4.80 متر، الثوب غادي يكون خصني بزاف صافي. دونك فوالا بالنسبه للفرفار، وهنايا خلاص هذه هي الفتيحه ديال الجديده، هي هذه درت ليها انايا هذا كيف قلت لكم هنايا هذا لوبي درتو بحال هذا، ودرت هنايا البالكو هنا باش يمكن ليا نسد، وهذا دونك هذا بالنسبه للتحت، بالنسبه لهذا البولو. بالنسبه للداخل الداخلاني ديال اللوندو هو هذا، هذه هي البيسه، هذه هي لاباس هنايا، هذا القاع ديال لوندو، دونك هو هذا رانا لصقت له بالطريقه ديال النص النص الربع، لصقت له هاد لاباس هادي لصقتها مع لو فو ديال لوندو فوالا. دونك ها هو البيسه ديال لوندو كتجي بهذا الشكل هكذا، دابا باقي لي غير ندوز ليها حديده ونلبسوها على لوندو صافي. دونك هادي بالنسبه لللبس. الو باش ما نطولش عليكم بزاف هاد لا فيديو هادي غادي نوقفوها هنايا، والكماله ان شاء الله غادي نديروها في لا فيديو الجايه. الو نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. السلام عليكم.